إذا كان عندك شين يوتيوب وألا تحب تبدأ تخدم في شين جديدة, you are in the right place. في الفيديو هذايا باش نحاول نفسر لكم شنو ما الأنواع متاع الميكروفونات وشنو ما الميكروفون اللي يتناسب مع نوع الفيديوهات والستيل اللي تخدم فيه, كسو سواء تكون بودكاستر وألا معناتها جيمينج يوتيوبر وألا تيك يوتيوبر وألا أي حاجة من أنواع اليوتيوبرز. سو مرحبا بك في يوتيوب تيبس, السيري الجديدة اللي باش نفسر فيها الحوايج اللي تعلمتها من اليوتيوب واللي نحب نعاونكم بها. السلام عليكم الناس الكل, معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في فيديو باش نحكيوا فيه على اهم الميكروفونات اللي تناسب الانواع متاع الفيديوهات متاعكم, يعني اذا كانك يوتيوبر ولا فيديو ميكر الفيديو هذا باش يمشي معك, حتى اذا كانك بودكاستر ولا حكاية اخرى. تو نتعدوا للصحيح وندخلوا في قلب الابيزود متاع اليوم, الاوديو ولا الصوت شنية اهميته بالنسبة للفيديو. اذا كانك تمتلك يعني اقوى كاميرا واقوى اوبجكتيف وعندك كل شيء, اما ميكروفونك متاعك تعب والا تصور بالميكرو متاع الكاميرا الانتجري, شنو باش تربح؟ تخيل روحك مثلا تصور وطيارة متعدية. سو نبداو تويكا باول نوع من الميكروفونات اللي معناها يستعملوهم بريسك, اللي انا نستعملهم 75% من فيديوهاتي معناها من الحوايج اللي نعملهم ويستعملوهم برشا معناها لعبات, كسو سواء في الافلام في الانترفيوز وفي معناها في الليشن معناها البودكاسترز والحكايات هيك الكل, اللي هو الليفالير مايك اللي تشوفوه هنا. الليفالير مايك ولا بالفرنسي يتقال ميكرو كرافات, هو ميكرو يتعلق ويكون كوندنسر مايك اومني دايركشنال, يعني يلقط الصوت من الزون اللي جايه هوني, يعني يحاول ينقص من الصوت اللي جاي من بعيد, يحاول يلقط مع الديركسيون نتاعو جايه هوني, يعني يلقط الصوت اللي في الديركسيون هذيا, وهكاك الصوت يكون معناها يعمل لي ازولاسيون على صوتي من الصوت اللي جاي من برا. حتى مثلا انا في الكام تاعي نصور والباب محلول, يعني اي صوت يجي لبرا ينجم فسي ما يكون يتلقط بميكرو مثلا نتاع الكاميرا, ما تويكا مادام بالميكرو هذايا ينقص لي الماكسيموم الباكراوند نويز ويكون معناها الصوت واضح واصفى. في الانواع هذيا معناها الاسوام تخلف, فما الليفالير مايكس اللي يكونوا بروفيسيونيل يكونوا سون فيل, يعني تركب فما ترانسميتر وفما ريسيفر, الريسيفر يركب على الكاميرا والترانسميتر يكون عندي مثلا راكب هوني, تشوفوهم برشا يعني في التلفاز في الانترفيوز كيما لابس وكيما معناتها البرامج هيكوما, وهكاك الصوت معناها يكون معناتها ما غير خيوط وكله تكون كل شيء مريقل. ما في الكام تاعي مثلا ما عنديش حق معناتها الباك هكايا متاع لي ميكرو سون فيل, دونك عندي ميكرو الماركه نتاعو اهوجا في بالي سومو 30 دينار, ومعناها الصوت نتاعو باهي ماهوش خايب, حتى الصوت الناتوريال نتاعو على الاول معناها ما غير ما نعملو بروسيسينغ يجي عادي. تو نعمل لكم اكزامبل تويكا, تو الصوت هكايا ما غير ما نعملو اديتينغ ما غير حتى شيء, هذايا الصوت معناتها ديريكت من الكاميرا, وتويكا الصوت بعد ما نعمل له الايديتينغ هكايا الصوت كيما معناها كيما كل فيديوهاتي معناها بعد ما نعمل له بروسيسينغ في الاوداسيتي. ونتعداو تويكا للتيب هذايا, قبل ما نتعداو التيب هذايا نتاع الميكروفونات الليفالير مايكس, هو معناتها عز نوع ننصحك به كسو سوا النوع نتاع فيديوهاتك يعني جيمر ولا بودكاستر ولا اي حاجه اخرى, النوع هذايا خذو حاطر معناها ينجم يعاونك في فيديوهاتك الكل ويعطيك كاليتي معقوله. نتعداو تويكا الاخر ثلاثه انواع من الميكروفونات اللي ننصح بهم, اللي هما الكوندنسر مايك الديناميك مايك والشوتجان مايك. نبداو بالديناميك مايك. الديناميك مايك كيما اللي تشوفوا فيه هوني هو ميكرو يكون ديما في الفورمه هذه ويكون ديما يعمل لك ايزولاسيون على الانتوراج نتاعك, هذاك علاش يستعملوه في الاون ستيج شوز, يستعملوه الريبورترز كيما كي يبداو يعملوا ديزانترفيو مثلا كيما اللي تشوفوهم في الوطنيه, يستعملوه في لي شو وقت يبداو يغنيوا مثلا ذا فويس. ومن اشهر الميكروفونات من النوع هذايا هو الشور اس ام 58, الميكرو ليجندير هذايا اللي تباع منه برشا, اكثر ميكرو تباع في التاريخ ويستعملوه ديما في المسابقات معناها هذيا, خاطر يعطيك كاليتي طياره وفي نفس الوقت يعمل لك ايزولاسيون, وصلوا حتى يستعملوه في الاستوديو. والنوع هذا نتاع الميكروفونات ينجموا زاده يستعملوه في الاذاعات كيما الميكرو الكوندنساتور, يعني كوندنسر مايك. الميكرو هذا الكوندنساتور ما عنديش منه انا هوني, حتى الشوتجان مايك ما عنديش,
لكن هذا تنعمل لكم انا كيفاش نوريكم. تصور الميكرو كوندنساتور يكون حجمه كبير لكن الكبسول اللي في وسطه تكون صغيره، هذاك علاش تلقط الصوت جوست من البارتي القريبه، لكن ديما يلقط اكثر باك جراوند نويز من الصوت نتاع اللي يلقطوا الديناميك مايك. مي الميكرو كوندنساتور عنده افونتاج انه هو يعطيك هكي التون اللي تلقاها في الاذاعات وكل، يعطيك هكي الكاليتي الصافيه نتاع الصوت اللي تحسها ريتش وكريسبي ساوند، معناها حتى كي تسمعها اللي يسمعك معناها جيه باهيه ويرتاح كي يسمع الصوت هكايا. سو هذوك هما الكوندنسر مايك والديناميك مايك، واسعارهم تتراوح ما بين نقولوا 30 حتى 300 400 حتى اكثر. وإذا كانك تحب تشتري واحد من الكوندنسر مايكس ننصحك بالأوديو تكنيكا 80-20-20 وإلا الـMXL 990. الزوز هذوما معروفين برشا في الاندستري متاع الجيمينج ومتاع الغناء، أما المشكلة متاعهم أنهم يطلبوا حاجة تسمى الفانتوم باور اللي تقاها كان في أوديو انترفيس يوفر هيلك وإلا ميكسر، دونك بش يعطيهم الكوران بش يخدموا مريقلين. دونك هذوما هما الكوندنسر مايك والديناميك مايك. وفي الاخر يقعد لنا شوتغان مايك اللي هو معروف برشا وموجود برشا حتى في تونس. الشوتغان مايك اللي يركب يعني يا اما ديريكت ما فوق الكاميرا ولا تعملوا سيبور ليه هو باش يكون قريب لفمك. الشوتغان مايك يخدم على اساس انه يلقط جوست الصوت في ديريكسيون معينه، مثلا نحط الكاميرا مثلا مقابلتني غاديكا نحطه موجه ديريكت لي، دونك يلقط الصوت في الزون هذيه ما يلقطش الصوت ورا والصوت على اليمين وعلى التالي، وهكاك الصوت يكون صافي يركز لي كان على صوتي. ومن النوع هذا زادا ننصح به اذا كانك معناها تعمل مش بودكاست، اذا كانك تعمل يعني جيمينج فيديوز تعمل كومنتريز والحكايات هذه الكل. في الاخر حبيت نعمل لكم بونيوس في الابيزود باش نعمل لكم ميني توتوريال كيفاش تحسن الكاليتي نتاع الصوت نتاع الفيديو نتاعك نتاع الميكروفون نتاعك، حتى كان عندك ميكروفون عادي كيفاش تحسن فيه. سو باش نعمل لكم تيست تشوفوا كيفاش الافي نتاع الحكايه هذه. تو اللي تسمعوا فيه من الاول هو الصوت بعد ما عملتلو كومبريسينغ، وتويك الصوت عادي يعني ما غير ما نعملو كومبريس، هذايا الصوت الناتوريال نتاع الميكرو ديريكت داخل في الانبوت نتاع البي سي. سو سي سور معناها تسمعوا في الفرق معناها في الصوت كيفاش فما برشا تخشخيش تسمعوا مع الصوت تبدل شويه. دونك هذاك هو الصوت نتاع الميكرو هكايا، وهذايا معناها تنعمل لكم تو كيفاش التوتوريال باش تعملوه. نتقابلوا في التيتو. به اول حاجه تعملها تمشي تصب الاوداسيتي اللي هو بروجرام فري تسجل به صوتك. بعد ما تصب الاوداسيتي ويبدا كل شيء انستالي تمشي تحل البروجرام هذايا وتبدا تريكوردي. اما قبل ما تبدا تحكي تحط 5 سكوند هكاك ما غير ما تحكي شيء، تبعد على الميكرو للماكسيموم ومعناها تقعد ساكت 5 سكوند وبعد تبدا تحكي على روحك تعمل كومنتري نتاعك. بعد ما تكمل كومنتري تمشي تسيليكسيوني كل شيء يعني تعمل كنترول ا تمشي افكتس تعمل ايكولايزر ولا بالفرنسي ايجاليزاسيون وتحاول تتبع الكورب هذه يعني تطلع في الهاي اند وتطلع في اللو اند وتطيح في الميدز، وهكاك الصوت يجي ريتش كيما اللي يجي في الاذاعات وكل. ومن بعد بتعمل اوكي، وبعد ما تكمل ايكولايزينغ تمشي الكومبريسور اف اي اخر سيليكسيوني كل كيف تمشي كومبريسور وتعمل موان 25 دي بي باش الصوت يجي يعني مسموع ديما. وبعد ما تكمل الكومبريسور تمشي هكا 5 سكوند اللي قلت لك تحطهم تسيليكسيونيهم، وبعد تمشي الافكتس مره اخرى وتعمل بروندرو لو بروفيل دو بروي تمشي ريدكسيون دو بروي تعمل بروندرو لو بروفيل دو بروي. بعد ما تكمل هكاك تعاود تسيليكسيوني الكل تعمل كنترول ا وترجع الافكتس وتعمل ريدكسيون دو بروي مره اخرى وتعمل تبع السيتينجز اللي عندي انا كيما تشوفوهم في الفيديو، تعمل موان 18 موان 19 دي بي باش ينقص لك الصوت نتاع التخشخيش وما ياثر لكش على الصوت اون جينيرال الكل. ومن بعد الصوت يجيك صافي كيما تحب انت، ويجيك الصوت تلاحظ قداش باش يتحسن الميكرو نتاعك مهما كان النوع نتاعو، حتى ميكروفون نتاع 10000 يتحسن الصوت يولي مقبول. دونك ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله فدتكم بالتيبس هذوما اللي تعلمتهم انا من الكارير نتاعي في اليوتيوب، وان شاء الله زاد قد ما نزيد نتعلم نحاول نعاونكم باللي نعرف. كان معكم احمد كاب وموقع نيزن جيمر، ان شاء الله نتقابلوا مره جايه في فيديو جاي. تشاو.